لنا هلأ مباشرة عبر الهاتف شقيقة الإعلامية الزميلة نجوى قاسم. نسرين قاسم، نسرين مساء الخير، تعازينا الحارة لإلكم، ومثل ما قلنا ببداية الحلقة وخلالها وهلأ وكل الوقت الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة، يبدو أنه أنت عندك توضيح معين بدك تنقلي لنا إياه، فرح أترك الهواء لإلك، تفضلي. أول شيء بدي أتشكركم، وبعرف نجوى مش خسارة بس عائلتها خسارة لكل لبنان. لا شكر على واجب. بشكركم على اللفت اللي عملتوها، بس أنا بدي أوضح أنه نجوى يعني اللي صار مع أنه هي نامت وما قامت، نحن معها هون بدبي، عم تنقل من بيت لبيت، عم تنقل على بيت جديد، كانت جينا نساعد أنا وإخواتي ونقضي معها راس السنة، أنا بنتي عايشة معها هون وبتشتغل كمان بالعربية، جينا نساعدهم بالنقلة ونعيد نحن وياهم. امبارح كنا سهرانين عادي ما في شيء، يعني قعدنا سهرنا حضرنا تي في، هيك هي كبيت على الكنباية نعسانة تعبانة، قالت أنا رح أطلع أسبقكم نام، طلعت على أوضتها نامت عادي، يعني كل واحد فينا نام بمطرحه. الصبح أختي سمعت دقة التليفون كأنه منبه عم بدق وما حدا عم يطفي، طلعت لفوق لحقت الصوت، لقيت هي رابطة المنبه لأنه بدها تروح تسلم مفاتيح البيت القديم للشركة، يعني لقيتها مسقعة وصاير مع جلطة، يعني سكتة قلبية، أختي طبيبة، يعني أخواتي اثنين حكمة فحصوها وحاولوا يعملوا لها إسعافات، بس كانت اصلا مفقعه يعني وما في شيء. بس اللي بدي اقوله انه نجوى ما كان بها اي شيء ولا شيء، بكل بساطه نامت ما قامت، نجوى نامت ما قامت، ما في شيء اكثر من هيك. كانت كثير مبسوطه، الله يرحمها، كثير مبسوطه بنقله البيت الجديد، كثير مبسوطه انه نحن كلنا معها، كنا سهرانين معها هالجمعه هيدي قضيناها معها، وما في اي شيء يعني، ولا قالت ولا شكت من شيء قبل ما تطلع تنام ابدا، انه هي تعبانه بدها تنام قبلنا لانه ثاني يوم عندها مشاوير بدها تخلصها، اجراءات البيت القديم وكل شيء تمام، مبسوطه كثير ببيتها الجديد وكله عادي يعني من احنا يعني يمكن انا من الصبح صارت الشغله، نحن لهلا مش مصدقين، يعني نحن مش مستوعبين. نزلوا هلا اختي وبنتي على لبنان سبقونا، وانا وخيي ونجوى رح نوصل بكره الساعه 5 على المطار. نعم بكره بتوصل الجنازه على لبنان. نعم، وكيف اوقات بعتذر على السؤال، ولكن انا بعرف انه محبين نجوى كثار وبدهم يشاركوا بالوداع الاخير لنجوى، فيا ريت بنعرف اذا عندك معلومات اوقات بالمبدأ نهار السبت الدفن على صلاة الظهر بيجون، طبعا نحن رح نتوجه من المطار مباشرة على جون. نعم. على جون يعني هي كانت مقررة انه بنهاية كم سنة من عمرها بدها تنهيها بجون، لانه هي هيدي الارض اللي بتعشقها واللي بتموت فيها، رايحة هلا اخر رحلة، رايحين اخذينها على جون، وأنا بس بدي أطلب من كل المحبين اللي بيحبوا نجوى يذكروها بالخير ويترحموا لها، لكل الناس اللي عم يكتبوا كلام مسيء لنجوى بقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، مش هقول أكثر من هيك. بدي أتشكر كل الناس اللي عزونا، كل الناس اللي تذكرونا، وأنا بعتذر من كل الناس اللي ما عم نقدر نرد عليهم لأنه وضعنا ما عم يسمح، يعني هذا اللي حبيت أقوله. أنا بس بدي أرجع أجدد التعزية برحيل الإعلامية الزميلة نجوى قاسم، على الأمل أنه يكون الكل سمع وعرف بمواعيد وصول الجثمان ووقت التعزية. بدي أقول لك أنه نجوى تركت سيرة عاطرة وطيبة، وهذا الشيء لمسناه نحن اليوم من خلال الحمد تفاعل لله. الناس، أما بالنسبة للناس الشتمين أنا بالنسبة لي هون حتى يعني ما بيستاهلوا نعطيهم يعني فكرة الذكر لشو عم بيقولوا، أو ما بتخيل أنه في ناس بالموت تكون هيك، ما بتخيل أنا، لأنه منه الناس اللي بيشمت بالموت هيدا بيكون منه إنسان
ما بيستاهل اصلا هيدا اللقب وما بيستاهل حتى تنجاب سيرته. انا بدي ارجع اجدد التعزيه وبدي اقول لك الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه، وبرجع بذكر الناس قناه جديد اللي هي كانت بدايه نجوى. لا نجوى نسيت ولا حدا فينا بينسى انه اول اطلاله لنجوى كانت على الجديد. بدي اشكر كل زملاء بقناه الحدث يلي ما تركونا لحظه ويلي لهلا بعضهم معنا، وتلفزيون المستقبل كل الافراد اللي اتصلوا فينا، والرئيس الحريري اتصل فينا، وكل الناس المحبين اللي هن كتار الحمد لله. يعني الحمد لله تاركه سيره طيبه، تاركه ذكرى حلوه، تاركه بسمه حلوه على وجوه الناس كلها، لانه حل ما تروح كانت تزرع البسمه نجوى. للناس اللي بيعرفوها عن قرب بيعرفوا قديش نجوى كانت شخص مرح ويترك البسمه وين ما يروح. صحيح، هيدا اللي سمعناه من كل الزملاء. بتمنى انه هيدي الصوره يلي الكل يتذكرها فيها، بتمنى انها تكون تركت بصمه لكل الناس بمجال الاعلام، تركت مدرسه خلينا نقول صغيره على قدها على قد لبنان. بتمنى الكل يستفيدوا من تجربه نجوى. برجع بتشكر كل اللي واسونا وقفوا معنا، وبتشكر كل اللي هون بالعربية. نعم. والحدث بشكرهم كثير كثير. نعم، إذا رح أرجع أنا بس قبل ما أختم معك ذكر أنه الجثمان بيوصل بكرة الساعة 5، وأنه رح توجه مباشرة إلى جون، والتعازي بتبلش من الدفن والتعازي بتبلش من يوم السبت. مثل ما عرفت في استقبال بصالون الشرف أو شيء من هالنوع، يعني ماني عم لاحق هو التفاصيل كثير مش واعية. بتصور. شكرا لنسرين قاسم على هذه المشاركة، شقيقة الراحلة نجوى قاسم. برجع وبجدد التعازي والله يجعل مثواها الجنة. شكرا جزيلا لك.